تجرعت من غصص الزمان ما جاوز الحد من البيان. يقول حتى اللسان يعجز عن بيان مصائب فاطمة سلام الله عليها، لأن مصائبها عظيمة وعظيمة للغاية. ماذا رأت؟ يقول ولا تسلني ولا تسلني خبر المسمار، سل صدر خزانة الأسرار، ومن نبوع الدم من ثدييها يعرف عظم ما جرى عليها، وجاوز الحد بلطم الخد، شلت يد الطغيان والتعدي، واحمرت العين وعين المعرفة تذرف بالدمع على تلك الصفة. أقول ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين، ترى قلب الإمام أمير المؤمنين تفطر خصوصا في تلك اللحظات التي وقف على ذلك الضلع المكسور. يقال أنه كان يغسلها في جوف الليل من وراء الثياب كما أوصت، لكن مرت يده الشريف على موضع ضلعها، رأى تغيرا في بدنها، تناول الضياء من يد أسمى قربه إلى ذلك الموضع، ثم رمى الضياء من يده. ماذا صنع؟ الراوي يقول خرج الإمام وضع رأسه على الجدار وصاح وفاطمة. جاءت أسماء سيدي ومولاي لما تركت غسلها؟ ليش ما تكمل؟ فأجابها يا أسماء لا تلوميني، فقد رأيت ضلعان من أضلاعها مكسورا. ضلع واحد عليه رخص دموع العين، وظل يبجي وينحب ويصفج الشفين، بالله شلون لو عاين ضلوع حسين. ذاك اليوم خيل القوم رضن، الله ليلام أمير المؤمنين لما يقف على قبرها. يقول الراوي كادت روحه تخرج أسا عليها، وهو يقول لكل اجتماع من خليل فرقة، وكل الذي دون الفراق خليل، وإن افتقادي فاطمة بعد أحمد دليل على ألا يدوم خليل. يقول جنت دايم أوصي الناس يصبرون فقد الأحباب، ما ظنيت في لحظة يزلزلني يا زهر مصا، وتالي الأمور يا روحي أدفن قلبي بالترا، على الدنيا العفا بعدك يا عمري يا زهرة عمري يا أم حسين. أريدك تتصور الإمام أمير المؤمنين، أريدك تشوف الإمام أمير المؤمنين بقلبك وهو على قبر فاطمة وقد رش القبر بدموع عينه، وهو يخاطبها بلسان الحال. شي يقول له؟ يقلها تركتيني يا روح الروح متمرمر، تركتيني ورحت بعين ملطومة بلطمة نعمت عين،
يا ريت الكسار ضل عينيك يا زهرة كسار ضل ولا أتنفس بدنيا من فيها يا أم حسين. إذا عندك حاجة حضر أي أبيات الدعاء يقلها شلون أنساك يا فاطم وانت فكر ليل نهار ما أقدر أرد للدار ومن نورك خلي الدار ولو رديت ما أقدر أشوف الدم على الجدار ولو رديت ما أقدر أشوف الباب والمسمار إذوب بفادي من ألماح زينب لو حسن وحسين فطر قلب رؤية العقيلة زينب فطرت قلبه لما رجع من قبر فاطمة ونظر إلى العقيلة زينب ورآها تبكي على أمي يا فاطمة تقول له بلسان الحال تقول له يا أبوي أشوف هالمسمار بعد مخضب بدمه يا أبوي أشوف هالمسمار بعد مخضب بدمه بعيني الله يساعد خلوكم يا سادة بعيني بعيني والله خلف الباب شفت الرجس يلطم ورد لي هالعبد بالصوت وعلى الأضلاع ألم شلون تهنى بالدنيا وماتت أم حسن وحزين هي شلون تهنى بالدنيا وماتت يا 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 أم حسن وحسين بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها يا